ميرفت هانم. صباح الخير. وتعب نفسك وجاي دلوقتي ليه؟ ما لسه بدري. متأسفة. أنا أحب اللي تشتغل عندي تحترم مواعيدها. إذا كانت الرئيسة تعمل كده، البنات يعملوا إيه؟ إذا لقيتي نفسك اتأخرتي مرة تانية بيستني في بيتكم. قلت لحضرتك متأسفة. الفساتين دول صاحبتهم عاوزاهم في لوكاند تشيبرت الساعة 5 بالظبط. وديهم لها. اسمها خديجة هانم. حاضر. شوفي ملاحظاتها إيه؟ إذا كان في تصليحات بسيطة اعمليها هناك. والحساب؟ الحساب مدفوع مقدما. تأخير تاني مش عايزة، فاهمة؟ حاضر. وفير كوستي؟ مدموزيل كاميليا من فضلك. مدموزيل كاميليا؟ اتفضلي. الو؟ ايوه يا مر. مالك؟ متضايقه؟ ايه المدام زعلتك؟ معلش ما تزعليش. لازم تستحملي. هنعمل ايه؟ هنستحمل لحد امتى بس؟ انا زهقت خلاص. كل يوم بتشتمني على الصبح. تحت امرك يا فندم. مش ممكن هتلاقي موديلات زي اللي عندنا. القماش؟ لا يا هانم، القماش لازم تشتريه حضرتك. فهمت. هي البعبع جنبك؟ ايوه يا فندم، مديره المحل هتكلمك يا هانم. الو. اهلا وسهلا. تحت امرك يا هانم. انا مستعده انزل مع سيادتك نلف على المحلات وننقي القماش اللي يعجبك. انت مين انت عشان الف معاك يوم السنه طويلي عديمة الذوق؟ مش عاجبك كلامي؟ لسانك طويل وقليلة الادب وعاوزه اطمي رقبتك. انا اشتمك على كيفي. انت عارفاني انا مين؟ لا يا فندم معرفش. احسن جاتك البلد. خمسة في اتنين عشرة. خمسة في تلاتة
خمسة في تلاتة خمستاشر. خمسة في أربعة. خمسة في أربعة عشرين. خمسة في خمسة. خمسة في خمسة في خمسة وعشرين. خمسة في ستة. خمسة في ستة في تلاتين يوم. إذا طيب عني وخارجيوم. ألا اسكتوا إذا اسكتوا اسكتوا. يا فندم. حاضر. خديجة هاني مستناك فوق 312. متشكرة. الفسيخ طعم قوي يا ولاد. لحمة الراس أطعم. إيه ده؟ شيل أنتوا هي البلاوي دي؟ حد يجيب حاجات من دي في الكندة زي دي؟ يوه بطننا وجعتنا من الطبيق المسلوق بتاعهم. طيب يلا يا شيخ عشان نطلع. ما تنسيش والنبي يا ماما تحطي في ايديك شوية كولونيا عشان تضيع ريحة الفسيخ ده. هنتعلم الأدب على آخر الزمن. كل الفساتين دول لخديجة هاني؟ أيوه يظهر إنها غنية قوي. عقبال أملتك. دي كانت بتشتغل هنا كمريرة معانا ورثت؟ لا اتجوزت. اتجوزت واحد غني قوي كان نازل في الأوتيل. لازم حبه. أيوه حاكم اللوكندات دول ياما بيحبوا الغني والوارث والمليونير. حظها كويس. وحظ عيلتها جايبه امها واخواتها نازلين معاها حاجه بلدي خالص ومنزلهم في جناح لوحدهم. اتفضلي ادخل. الخياطه يا فندم. خليها تدخل. حاضر. صباح الخير يا هاني. صباح النور. اتفضلي. خلص الفساتين؟ ايوه يا فندم. وريني. الله حلو خالص. الفساتين جم يا خديجه. وريني كده. حطيت كولونيا. شم حتى. يا ندمتي ده من غير قبه خالص. ده لازم تلبسي عليه شيرز. ده عايز له ورده كبيره على الصدر من اللي بيبيعوها في المصر. وردة ايه يا عبيطة؟ ده عايز كام على صدر دايرين داير. يا فندم ده معمول حسب الموديل اللي نقيته الهانم من الكتالوج. في الحقيقة هو عاجبني قوي. هو حلو والتفصيلة سامعة. عليكي مقصي ما تعدموهوش. ميرسي. تسلم ايديكي يا شابة. وريني بقى التانيين. لا لا مفيش داعي. أنا هقيسهم بعدين. أمرك يا هاني. متشكرة قوي. ميرسي. عاد إذنك. مع السلامة. ابتديها بقى شيش كام؟ ايه العمال بتاعتكم دي؟ تسلم ايديكي يا شابه. ما عندكيش غير كلمه شابه. امال هي ايه؟ شاب؟ لا مدموزيل. مزمزيل. شالله يا مزمزيل. اما اشوف حاجه كده علشاني. سعيده. سعيده مبارك. ما تقفليش الباب. عم محجوب طالع. تعالي. انا هلكت النهارده. اما عامله لكم عشا هتاكلوا ايديكم ورا. سلام عليكم يا ست فوقيه. اهلا اهلا عم محجوب. يا خبر ومشايلينه كمان. وفي ايه يا بنتي؟ ده احنا على راي المثل طلعنا لك في النمره. يا ريتني قادر على حاجه اكتر من كده اكراما للمرحوم والدكم. ربنا يخليك لنا يا عم محجوب. ده انت اولادك قربوا يغيروا مننا. ايه حد يغير من اخواته الكبار؟ ده انا شايلكم قبل ما اتجوز امهم. يا ما ركبتم على كتافي في السطوح اللي انا ساكن فيه. وديك لسه بتركبنا في العربيه كانها بتاعتي. طالب من ربنا اشوف لكم في يوم واحده زيها. نشتريها وعليك البنزين. البنزين والسواقه وكل حاجه. لو كان في بيتنا ده جراج كنت اشتريت واحده زيها. الله يحفظك يا ست كاميليا ويديكوا. عن اذنكم بقى. مع السلامه يا عم محجوب. بتسقفي على خدامينك؟ نعم. طبخالنا ايه؟ قبل ما تسالي طبخالكم ايه شوفوا قبل الحساب. يخرب عقلك 32 قرش. كل شيء بالحساب. ليه كنا عاملين عزومه؟ لازم ده بحالنا خروف. واحب اقول لكم كمان ان مصروف البيت قرب يخلص. ليه بقى؟ صرفتي 28 جنيه على ايه؟ ما هو لو كنت بتدفعي نصيبك زينا كانت الفلوس كافيه. كفايه عليها الفساتين اللي بتشتريها. انا فساتيني ما بتكلفنيش غير القماش بس. التفصيل ببلاش افهموا. الباب يا فوقيه. اهو ما ناخدش منكم الا اوامر بس. جواب عشان كتر خيرك يا عم محمد. عفوا يا ست. ايه ده؟ جواب من السوق. يا ساتر يا رب. منين؟ من البنك العقاري. حطي على جنب ما ناكل. تلاقيه سلفيه ولا رهنيه كان واخدها المرحوم. قومي قومي نقلع.
ان المدام الخياطه لعنت سنسفيل جدودي. دي اتغاظت مني غيظ. بقيت اقول لو اعرف من دي. خلي عندك نظام. الله الله الله، دي جزمتي. ايوه جزمتي. ايه ما شفتهاش الا دلوقتي؟ يا بارده يا تلم، حد قال لك تلبسي حاجتي؟ يعني انت ما بتلبسيش هدومي؟ دي فضلت تلبس في البوزه بتاعتي لحد ما قطعتها عشان تعرفي انها بارده. ايه ده؟ شغابي؟ قلت لك 100 نوبه ما تلبسيش حاجتي ام طويله. يعني من امالته؟ ده مليان نقر. اسمعي، انا هحول نفسي على مدرسه داخليه عشان ارتاح لهم. كنت بجوز عاوزاكي تعملي لي مانيكير يا كاميليا. بكام؟ الله، انا اختك حبيبتي. اللي عاوزه تتعشى تتفضل، الاكل جاهز. يلا بتقري في ايه؟ الله يلا ناكل بقى قبل الاكل ما يبرد. ابعدي سد النفس ده من قدامي وانا شرح. هو المرحوم كان عليه ديون. دول لينا، لينا احنا ال 1000 جنيه. لينا؟ ايوه، بابا كان عنده سند بنك عقاري كسب 1000 جنيه. بتتكلمي جد فوقيه؟ والله العظيم جد. احنا معانا 1000 جنيه. اوعي يغمى عليكي. 1000 جنيه. 1000 جنيه. من بكره مفيش خياطه، من البيت على البنك، من البنك على اكبر محلات تتشيك. انا بقول نشتري بيت احسن ب 1000 جنيه، معقوله دي؟ احنا نستسح بيهم لغايه ما نضيعهم. احسن حاجه نقسم المبلغ وكل واحده تاخد 333 وثلث وهي حره في نصيبها. نشيلهم لحد ما نخطب ونجهز بيهم. ولحد ما يجوا العرسان نكون ضيعناهم. ما هي شطارتنا بقى نلاقي العرسان بسرعه قبل الفلوس ما تضيع. يعني هننزل نشتري 3 عرسان؟ ما هو لو واحده مننا وقعت على عريس لقطه وغني، الاثنين التانيين هيتساعدوا جنبها. يعني احنا دلوقتي عايزين ولو عريس واحد من الصنف ده. انتوا هتخرفوا بقى؟ وده هنجيبه منين؟ تعرفي ده نلاقيه فين؟ فين؟ في اي لوكنده من اللوكندات الكبيره. النهارده كنت في شيبرد عند واحده زبونه اصلها كماريره في اللوكنده، حبها واحد غني كان نازل هناك واتجوزها. يعني ننزل كلنا في لوكنده كبيره ومية في المية هنلاقي واحد غني يقف واحده مننا ويتجوزها. بس لو نزلنا سوا كده كلنا مش هنلفت النظر. لازم واحده مننا تعمل نفسها غنيه والاثنين التانيين بيشتغلوا عندها. هيشتغلوا عندها ايه؟ اشتغلوا عندها واحدة سكرتيرة وواحدة كماريرة. أنا الهاني. وما يكونش أنا ليه؟ اتفضلوا أنتوا بقى بلاش. أقول لكم نعمل قرعة، أحسن حل. هاتي ورقة وقلم. قوموا في أوضة النوم. اكتبي. استنى. الهاني. السكرتيرة. الكماريرة. مين اللي هيسحب في الأول؟ اسحب انت. السكرتيرة. اسحب يا كاميليا. لا اسحب انت. الهانم تبقي انت الكماريرة. قبل كل حاجة الفلوس اللي علينا ندفعهم ال 1000 جنيه. في أهم من كده. عايزين عربية شيك. وعم محجوب راح فين؟ البركة في عربيته. بس لازم نفهمه الحكاية بالصراحة علشان ما نقعش في مشاكل. طيب من بكرة الصبح نروح على الكند الشيبرت. بس لازم تكلميني باحترام انت وهي. قدام الناس بس يوم طويلة. هاتولي كوباية مية ساعة. أي الهانم وصلت. أهلا وسهلا، تفضلي يا هانم. تفضلي. مين اللي معايا دي؟ دي الكماريرة بتاعتها. تفضلي. ماله؟
لا مش حق بالله هنا. اسمعي الكلام يا كاميليا. الأسانسير بتاعنا فين؟ من هنا. يعجبك يا فندم ولا تحبي تغيري اي حاجه؟ مش بطل. امال فين الشنط؟ الشيالين دخلهم اوضه النوم. خشي شوفيه. حاضر يا فندم. اسمعي يا فندم، اديهم بقشيش كويس. حاضر يا فندم. دوختونا الله يدوخكم. ممكن تغير لي الورد ده؟ الصنف ده ما بحبوش. تحبي ايه يا فندم؟ بحب القرنفل. بس الايام دي مفيش قرنفل. ما انا عارفه. هات اي حاجه تانيه على ذوقك. حاضر. خشي طلعي الجزم من الشنط. حاضر. تعالي هنا. بترمي حاجه كده ليه؟ خديها معاكي جوه. حاضر. تأمري باي حاجه تانيه يا فندم؟ لا مرتي. العفو. بقى شوف اما اقول لك، شغل العنطزه بتاعك ده انا ما احبوش. وانا كمان العمال بتاعتك دي ما تعجبنيش. داخله تتخانقي وترمي هدومي كده؟ ليه يا شيخه؟ اظن دي هدومك لوحدك. ده مش شغل خدامين، كل واحد لازم يحفظ مركزه. خدامين؟ انت فاهمه اني خدامتك بالصحيح؟ جرى ايه يا جماعه بتزعقوا ليه؟ الحكايه دي يظهر مش هتنفع من اولها. شوف لنا كاميرا تانية. خلاص ادوني 333 وتلت بتوعي. بتوع ايه دول؟ نصيبي في الألف جنيه. خلاص اديها نصيبها وخليها تروح للكوافير اللي بتشتغل عنده. اسم الله على الخياطه اللي بتشغلك، ما تطلعيش فيها قوي. وبعدين عملت ايه لما قالت لها كده؟ قالت لها مفيش لزوم للكلام دلوقتي، بعدين نبقى نتفاهم. خدمه ثانيه يا فندم؟ لا ميرسي، تعالي معايا يا فوفو. ايه؟ اتفضلي. تعرفت منين؟ فاكرة كاميرين اللي قلتلك عليها انها اتجوزت واحد غني من هنا من الاوتيل؟ ايوه. مالها؟ البت دي هي اللي دخلتني عندها لما جبت لها الفتاتين. احنا لازم نسيب اللوكان ده. استني بس، دي باين عليها ما خدتش بالها مني. دي ما شالتش عينها مني، 100% عرفتني. انا بقولك متأكدة اني اعرفها. هتشوفيها فين يا شيخة؟ تلاقيكي بتشبهي عليها. جايز. هي اسمها ميرفت مش كده؟ ايوه. مش ممكن. ما بقى زينب ما كنت شفتها وكلمتها كمان. شفتيها فين يا زينب؟ ما تتعبيش نفسك. لازم افتكر. وليه بس؟ بلاش والنبي. مسي ريحه افتكر، ان ما كانش النهارده هيكون بكره. عن اذنك. اتفضلي. والله واتفضحنا. قالت لك حاجه؟ شافتك فين دي؟ هي اللي دخلتها عند الزبونه اللي جابت لها الهدوم هنا. هي عرفتني؟ بتشبه عليكي. ضروري هتعرفك. طب والعمل؟ اسمعوا، حد فينا يعمل معاها خناق، نشكيها للاداره، ينقلوها من هنا قبل ما تفتكر. اهدي عليك يا كاميليا. ليه؟ كنت ابحت العلا ولا الفتويه بتاعتكم؟ متاسفه. ما يا جماعه، احنا ليه نقدر البلاء قبل وقوعه؟ لما تفتكر يبقى يحلها ربنا. على رايك. فضي الشنط وحطي هدومي في الدولاب. البت دي فاهمه انها ستنا بصحيح؟ يا سلام عليك يا كاميليا، احنا مش متفقين على كده قبل ما نيجي؟ ايوه، قدام الناس معلش، لكن بينا وبين بعض كلنا زي بعض. كل واحدة فينا ليها تلت الألف جنيه. يوه، احنا هنضيع وقتنا في الكلام الفارغ. قومي نشوف ايه اللي هنعمله. اتفضلي. ولا علي ام طويلة. حلو قوي المنظر اللي هنا. اطلبوا لي عصير لابول. يلا اواب. سامعة، قلت لك مفيش فايدة فيها. وبعدين معاك يا ميرفت، دي مش طريقة. أنا حاجة على نار أخرى. انتوا متضايقين ليه؟ انتوا مش عايزين نتقل دور الست الغنيه؟ طبعا. خلاص خلونا اتمرن فيه. سيبك من الحاجات الهايفه دي وتعال نشوف هنبتدي الشغل ازاي. اتفضلي. وعلى ايه؟ ما تدخلي قدامي انتي رخ. العفو يا فندم. اتفضلي. دلوقتي عايزين نعرف ايه اللي هنعمله.
تسمحوا تتعطفوا وتتكرموا وتطلبوا لي عصير ليمون؟ حاضر. هتطلبي كام كوبايه؟ واحده لسيادتك. ها، واحنا بلاش. ليه، هو انت عايزه كل ما الست تطلب حاجه الكاميريره تطلب زيها؟ اسمعوا يا جماعه، هنطلب كوبايتين لينا احنا الثلاثه، كويس؟ معقول برضو. قومي استحي، قومي استحي، أفندم. اتنين ليمون من فضلك. حاضر. حضرتك ميرفت هاني؟ لا. تبقي حضرتك سكرتير؟ دي كمان لا. تبقي انت الكاميريرة؟ زي كده. علشان احنا سمعنا ان الهانم معاها سكرتيرة وكاميريرة. اهلا وسهلا، نورتي الاوتيل، شرفتينا. الله يحفظك. قلتي لي اتنين ليمون، سكر زيادة، سكر قليل، مظبوط؟ مظبوطين. حاضر. الليمون المطلوب بنزهير، أضاليا، ليمون حلو. كاميليا. أيوة. اسمك كاميليا؟ أيوة. اسمك حلو قوي. صحيح. قوي قوي. أنا اسمي حسن، ولما تناديلي تقولي لي يا أبو علي. أهلا وسهلا. عن إذنك أحسن ست عاوزاني. اتفضلي. من فضلك. أفندم. أهوام يا أبو علي. حاضر. وحياتك انت هتفضحنا هنا وهتشوفي. على طول فتحتي معاه محضر. تعرفي انه دم خفيف؟ احنا لحقنا؟ احنا جايين نضيع الألف جنيه عشان تتجوزينا واحد جرسون؟ طب ما العاوزه كمان غيرها زي تتجوز مين؟ صاحب اللوكام ده؟ كان بيقول لك ايه؟ فكرني الست. جاته خيبه؟ ليه؟ عنده ذوق وبيفهم. تعرفوا ان الجرسون ده هو اللي يقدر يجيب لنا اخبار الناس الاغنياء النازلين هنا في الاوتيل؟ اهدي عليك يا كاميليا، وريني شطارتك بقى. اهو الكلام يكون بالذوق كده. يلا يا فوية نغير هدومنا وننزل تحت في الهول. على فين؟ هنزل معاكم. معقولة دي؟ في كاميريرة في الدنيا تمشي ورا ستها في كل حتة؟ اشمعنى فوقية؟ أنا السكرتيرة. اتفضل. اتمتعوا بال 333 وتلت بتوعي. أنا الحق عليا اللي وافقتكم وجيت على هنا. اديني واحد كازوت. اي نوع يا فندم؟ برتقان. اتنين. ولسه ما وصلش؟ كمان جاي يا فندم. اهو ده تلاقيه غني قوي يا شيخ، ده قد ابوكي. بصي بصي شوفي ده. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. اتأخرت عليك؟ لا ابدا، اتفضل. شفت بيسلم عليه ازاي؟ يظهر مركزه كبير قوي. تعالي جنبي. حوالي 1200 وانا تحت امر سيادتك. هما كانوا 5000 مش كده؟ ايوه. مش حاجه 1200 طبعا. يا خبر، سامحه بيقول ايه؟ مش حاجه 1200 جنيه. ما هو باين عليه من اياهم. عليه كبير. اعمله ايه؟ شغل ايه؟ ازاي؟ بصي له واضحكي. تحب تشرب حاجه؟ متشكر، خدت قهوه. اعدلي شعرك بايدك. لسه بدري، افوت على ستك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل اتفضل اتفضل. امي شوفي نازل هنا ولا لا؟ طيب، وانا هكلم الخياطه في التليفون احسن ما خدتش منها اجازه. مين عارف، يمكن الشغلانه ما تنفعش. اي خدمه يا فندم؟ مفيش جوابات جات للهانم؟ انتوا لسه واصلين من شويه. اصل الهانم منتظره تلغراف من العزب. ما وصلش حاجه يا فندم. طلع لي دول فوق. مصطفى، طلع دول عند ممدوح بيه في 412. Thank you.
من فضلك كان في واحدة ست. والله ما شفتهاش. يظهر اني قعدت محلكم. لا ابدا. اتفضل يا فندم. متشكرة. عملت ايه؟ نازل في 412 واسمه ممدوح. برافو عليكي. كلمتي الخياطة واتخانقتي معاها وشتمتها. انت بتبصي على ايه؟ شوفي الشاب اللي هناك ده، لطيف مش كده؟ مش بطال، باين عليه غلبان. امي بينا. اتفضلي. كويس بنفس سر. ايه اللي حصل؟ دي اول مره الاسانسير يقف. غريبه قوي. بتحصل حوادث وحشه قوي في الاسانسيرات. هيقع بينا. يظهر الهانم مش هاممها ابدا. اصل احنا قريبين، هننزل في الدور الثاني. انا كمان هنزل في الرابع، اصلي ساكن في 412. الحمد لله. دي ست نازلة في 212. واللي معاها دي مين؟ السكرتيرة بتاعتي. شكرا. تكتبي ايه؟ لازم بتكتب جواب غرامي للجرسون بتاعها. يا بنتي بتكتبي ايه؟ بكتب لكم استقالة، أنا مستغنية عن الشغلة بتاعتكم دي. ليه بس؟ حصل ايه؟ حصل إني اتحبست في الأوضة. وانت عماله تلف مع ام طويله. طب وحياه ربنا ما بطلت الكلمه دي هتشوفي شغلك. الله، مش من الشغل يا كاميليا. اشتغلوا زي ما انتوا عاوزين، لكن انا عايز اخلو طرف. سيبيها فوقيه وتعالي، ولما تقدم الاستقاله انا هقبلها على طول. تعالي هنا، احنا قبل ما ننزل شاربه ليمون، وبعدين ترجعي تطلبي برتقان تحت تاني. ولا يهمك، بكره هنلعب بالفلوس لعب. ايه رايك فيه؟ ودي عايزه كلام؟ ده لو كنا مدين له ميعاد ما كناش لقيناه بالسرعه دي. شفتي كان بيبص لي ازاي في الاسانسير؟ ده كان هياكلك بعنيه. اتفضلي. قال ما تعرفنا لك بحته شاب انما يهوي ونازل معانا في اللوكاندا وواخد جناح زينا. نمره 412. مش ممدوح. ايش عرفها بيه؟ انا عارفه. يخرب عقلك كاميليا. تعالي فوقي. انت تعرفي ممدوح؟ طبعا. شفتيه قبل كده؟ لا. امال عرفتي اسمه منين؟ حسن قال لي عليه. حسن الجرسون. ايوه حسن الجرسون. هو حسن جالك هنا؟ لو النبي كنت هحط وشي في الحيط وقعد استناكوا. او حسن ده بقى هو اللي هيجيب لنا كل اخبار ممدوح. متجوز، عازب، اخلاقه، بيروح فين، بيسهر فين. مش كده يا كاميليا؟ ماليش دعوه، مش شغل. عشان خاطري يا كاميليا قولي انا ام طويله. انا ام طويله. خلاص هسال بس ما حدش فيكم يجي في الصالون لحد ما ارجع لكم. حاضر. انا قلبي حاسس ان هو ده اللي هيساعدني يا فوقيه. يساعدك لوحدك؟ هيساعدنا كلنا. سمعتي بيتكلم ازاي عن الفلوس مع الراجل اللي معاه؟ يا خبر ابيض، بالالافات يا بنتي. يقول له 1200 يرد عليه يقول له ايوه، لكن ما تنساش انهم كانوا 5000.
ده احنا 1000 جنيه وسوله. الله يكون في عونه هو. ادخل. حضرتك ضربت الجرس؟ ايوه. اقعد. لا لا معلش. اتفضل. احسن الهانم تدخل. الهانم نايمه. ايه؟ طيب. حسن. ابو علي احسن. ابو علي خدامك. انا مش عاجبني الشغل مع الهانم وعاوزك تشوف لي شغله تانيه. تشتغلي معانا هنا في اللوكنده؟ لا ما احب الشغل اللوكندات. ما تقدرش تكلمني لغايه ممدوح بيه عشان اشتغل عندها. ممدوح بيه مش متجوز. صحيح. يا خساره كل الغنى ده ومش متجوز. هو غني بعقل. ده بنك متحرك. لا وايه فنجري. البقشيش بتاعه من جنيه وطالع. يا سلام. ما يرجعش اوضته الا وش الفجر. ماشي على كيفه بقى. ابدا ده ما بخرجش من اللوكندا. امال بيسهر السهر ده كله فين؟ اللوكندا عامله فوق السطح كازينو لطيف ليلاتي سهران فيه كده. انا لازم اشوف لك شغله باسرع وقت. ومين عارف يمكن اشغلك عندي. وهتشغلني عندك ايه؟ بعدين اقول لك. عن اذنك احسن حد من الزباين يطلب حاجه. ميرسي يا ابو علي. خدامك. عملت ايه؟ قال لك حاجه؟ ايوه. عرفتي عنه ايه؟ غني. وايه كمان؟ وغني قوي. معرفنا دي وايه تاني؟ وغني قوي قوي. يا ست احنا عايزين نعرف بيروح فين؟ بيظهر فين؟ بيظهر على السطح. سطح؟ سطح ايه؟ السطح بتاع اللوكاندا. بيظهر على سطح اللوكاندا؟ بالذمه ده كلام معقول؟ يعني هو بيطلع ينشر غسيل؟ اللوكاندا عامله كازينو فوق السطح بيظهر فيه. يبقى احنا كمان هنظهر فوق. عايزين ننزل نشتري فستان حالي. عشان ايه؟ عشان نطلع بيه على السطح. يبقى لازم نجيب لكل واحده فينا فستان. عال قوي. بالطريقه دي ال1000 جنيه مش هيكفونا جمعه. ماليش دعوه. كل حاجه نجيبها بالتلت. لو واحده فينا عيت وجبنا لها دواء، الدواء لازم يتقسم علينا احنا الثلاثه. ما انا ما عنديش فساتين اسهر بيها في حته زي دي. صحيح يا كمالية، لازم نجيب لها فستان. على كيفكم، ان شاء الله تجيبوا 100. قولي لي يا ميرفت، افرضي ان طلبك ترقصي معاها هترضي؟ ده نرقص معاها. اديني اللي قبل الاخراني. عادي. انت طلبتي ايه؟ ولا اعرف. وانت طلبتي ايه؟ طلبت صنف كويس قوي. ايه هو؟ انا ايش عرفني؟ هو فاكرني سكريه؟ ايه دي؟ دي اللي بيقولوا عليها شمبانيا. اسمعي قومي اشكريه وقولي له ان احنا ما بنشربش. لا يا اختي قومي انتي. انا ما يصحش اروح لغايه عنده. قومي انتي خديها معاكي. اهلا وسهلا. الهانم بتقول لي سيادتك متشكره لانها ما بتشربش. دي شمبانيا خفيف. معلش اشربها انت بالهنا والشفا. حاضر. سعيده. قال لي
بيشتي هيشربها. انت طلبتي دكرومي بحاله؟ هو انا يعني كنت عارفه اسمه؟ طب كلي بقى على قد ما تقدري. مش بايدك مش بايدك مش بايدك مش بايدك مش بايدك. انا اجازتي بكره. وبعدين؟ وانا دايما اتفسح يوم اجازتي. كويس. ما تيجي معايا. لا يا اخويا. هتروح فين؟ مطرح ما عجبك. تيجي؟ لا يا اخويا. ليه؟ مش عارفه. مستتقلة دمي؟ لا. كلامي بايخ؟ لا. بتحب واحد تاني؟ لا. يبقى لا يعني. خلاص هتيجي معايا بكره بصره. على كل حال ده ذوق منك. حضرتك ناوية تقعدي هنا كتير؟ لغاية ما يكبس عليا النوم. لا قصدي يعني هتقعدي في الاوتيل كتير؟ والله حسب الظروف، يمكن نقعد مدة بسيطة ويمكن نطول. همشي بكرة الصبح لكن يظهر اني حفضل. لغاية امتى؟ لغاية ما تمشي انت. تحبي تخرجي في الفرندا؟ احسن. ازاي احنا نسينا نفسنا كده؟ طب انا معذور، وانت ازاي ما خدتيش بالك؟ انا ما حسيتش المزيكا بطلت خالص. حضرتك من اسكندرية؟ لا انا من هنا. امال ايه اللي نزلك في الاوتيل؟ انا عندي فيلا في مصر الجديدة وشقة في الزمالك، لكن حبيت اغير جو، قلت انزل كام يوم في الاوتيل. افتكر الجو في اسكندرية دلوقتي اجمل. عندي فيلا في سيدي بشر، لكن ما بحبش اروح هناك الا في اخر الصيف، ولو اني بحب البحر موت. في الصيف زي الايام دي دايما اروح البسين عشان اعوم، دايما اروح البسين عشان اعوم. والله فكره. انا رايح بكره، تحبي تيجي معايا؟ بكره ايه، مشغوله في حاجه بكره؟ لا مفيش مانع، ممكن اخد السكرتيره بتاعتي معايا؟ بكل سرور. عشان الأستاذ. اتفضل. مرسي. <تصفيق
ابدا. انا عايز اعرف كل حاجه عنك. ايه رايك لو نخلي حاجه نتكلم فيها بكره؟ موافقه. تحب ندخل؟ امرك. بشكل. فاكرة الشاب اللي كان في الهول الصبح؟ اهو. اضحكي له احسن ده فاشخ بقه. اسمعي، عازمني بكره. صحيح؟ هنروح بكره البسين في مينا هاوس. طب وانا؟ وانتي معانا. دفعت الحساب؟ ايوه. طب قومي بقى لما احكي لك على اللي حصل. مادموزيل، أنا متشكر خالص ومتأسف إذا كنت خلصت لك الحبر اللي فيه. لا معلش. صباح على خير. وأنت من أهله. دي إيه؟ عملت لكم حساب النهاردة. ما بتسألكيش عن الحساب، بتسألك عن الحب. مفيش حاجة كده ولا كده لسه. بابو نضارة ده استلف القلم بتاعي عشان يكتب بيه. طب يلا نام بقى عشان هنصحى بدري. رايحين فين بدري؟ ممدوح عازمنا على البيسين، وانا ابو علي عازمني بكره. هيوديكي فين؟ هيلف بيها في الجزيره. لو هي ادقني ده بكره اجازته وهيوديني حته حلوه. انا عايزه انام. لكن هننام ازاي هنا؟ اتنين يناموا هنا وواحده تنام في الصالون. طب شوفوا مين فيكم بقى اللي هتنام في الصالون. بطلي انزحه بقى. احنا نعمل قرعه عشان ما حدش ينزل. نكتب اسامينا احنا التلاتة ونسحب ورق، واللي يطلع اسمها في الورقة دي تنام في الصالون. اديني ورقة وقلم. يا نهار ابيض، في يوم واحد صرفنا 140 جنيه، ده غير ال 50 جنيه اللي صرفينهم قبل ما نيجي هنا. اسمعوا يا جماعة، احنا لازم نمسك على ايدنا شوية. الفستان لوحده مش مكلف 100 جنيه. مين اللي هيسحب؟ أنا. ومين اللي هينام في الصالون؟ أنا. مع السلامة. أنت عايزة حظك يبقى بومب في كل حاجة؟ تضحكي على إيه والنبي؟ يخرب عقلك يا كاميليا، دي الثلاث ورقات مكتوب فيها ميرفا. الو ده ممدوح. دقيقه واحده من فضلك. ميرفت يا ميرفت، ميرفت ميرفت، ده ممدوح. الو. اهلا. نعم. بيقول لي صحيه ولا نايم؟ صحيه صحيه صحيه. لا ما فيش ازعاج ولا حاجه. انا بضحك. بضحك على ايه؟ قولي له انك سعيده. انا سعيده. سعيده ليه؟ سعيده عشان بقي. ماله بقي؟ سعيده عشان كلمتني. انا سعيده عشان كلمتني. انا اللي سعيد. حبيت اطمن عليكي قبل ما انام واقول انك وحشتيني. الو الو، في حد معاكي ولا ايه؟ لا دي فوقية السكرتيره بتاعتي، وكمان البت الكماريره. اي لا ما فيش، دي رجلي بتوجعني من الراس. الله يسلمك. روحي نامي انت يا فوقية، وانت كمان يا كاميليا. اللي بيتكلم منين؟ قول سوى ايه بس؟ مش بقولك. لا خلاص، الاتنين مشيوا. يعني مفيش حد معانا دلوقتي؟ انا وانت لوحدنا؟ على رأيك، الا اذا كان حد داخل في الخط وبيسمع كلامنا. بكره ميعادنا الصبح عشان نروح من هاوس. اوعي تنسي. انسى ازاي؟ تصبح على خير.
الصناره شبكت. وشبكت في ايه؟ في 1,000,000 جنيه. تعرف انا ما كنتش متصوره اننا هنلاقي واحد بالسرعه دي، وواحد غني بالشكل ده، واحبه كده على طول. تصبحوا على خير. صباح الخير. صباح النور. أنا متأسف علشان فضيت لك القلم الحبر امبارح. لا دي حاجة بسيطة. عشان كده جبت لك النهاردة معايا. إزازة الحبر دي. يا خبر، دي حاجة مش مستاهلة. تقبليها مني؟ ميرسي. العفو. جيتي لوحدك؟ لا، معايا ميرفت هاني. هي اختك؟ لا ابدا، انا السكرتيره بتاعتها. سامحيني اذا كنت حدايقك، الحبر خلص مني، اقدر املى القلم؟ قوي. شكر. يظهر حضرتك بتكتب كتير. أنا بملى القلم بتاعي 3-4 مرات في اليوم. يا سلام، بتكتب إيه؟ بكتب قصة. حضرتك مؤلف؟ هاوي. تسمحي لي؟ اتفضل. أنا بكتب قصة عن جو اللوكندات والناس اللي بيروحوا اللوكندات. حكم اللوكندات دي بتحوي شخصيات كتير وغريبة، فيها الغني والفقير، كل عامل غني وهو فقير، واللي عامل فقير وهو غني. أظن مش معقولة دي. صدقيني إن الغني محصل الفقير. الحكاية مش بالفلوس، راحة البال أهم حاجة في الدنيا. إحنا بنقول كده بس عشان إحنا على قد حالنا، لكن الفلوس زي ما بيقولوا عصب الحياة. مش دايما يا مادموزيل. فوقية.
وانا عارف. انا دوشتك؟ لا ابدا. يعني اقوم ولا خليني؟ خليك. انت مش خايفه لا تسمري من الاوعاد في الشمس؟ ليه انت ما بتحبش السمر؟ احب السمر واموت في البيض، لكن من يوم الحادثه اللي حصلت لي في الاسانسير حبيت البيض اكتر. ايه اللي حصل لك في الاسانسير؟ كنت طالع في اسانسير الاوتيل وبعدين اتعطل بينا فجاه. كان في مدمازيل معانا شكلها لطيف قوي. بقيت اقول يا رب الاسانسير ما يصلحش. وايش عرفك؟ مش يمكن هي كمان كانت عايزه الاسانسير يتعطل على طول، وكانت متغاظه من الفراش اللي فضل يعافر فيه لحد ما صلح. صحيح ما كنتش عايزه الاسانسير يصلح. حسيت اني عايزه افضل جنبك يا ممدوح. مش عرفك ان اسمي ممدوح؟ انا ما قلتلكيش اسمي. اللي يسال ما يتوهش. تعرفي ان ما يبانش عليك انك مكره كده يا ميرفت؟ وانت عرفت اسمي؟ من غير ما اسال. مين فينا بقى اللي طلع مكار؟ انت مش ملاحظه ان احنا الاثنين بننكر على بعض؟ وانت مش ملاحظ اننا زودناها شويه؟ ليه؟ سايبين السكرتيره لوحدها وقاعدين بعيد عنها. انت مهتمه قوي بالسكرتيره بتاعتك. اصلها معايا من زمان، وابوها كان السكرتير بتاع باباه، متربيين سوا، عمرها ما فرقتني. على كده مش هقدر اشوفك لوحدك ابدا. تقدر الليله دي؟ ممكن في بار الاوتيل. مفيش مانع، هكون هناك الساعه 10. هاجي لك. لكن مش غريبه اننا نتقابل هنا صدفه؟ دي مش صدفه. انا سمعت ميرفت هانم بتقولك امبارح انكم هتيجوا هنا، فجيت علشان اشوفك. يا سلام، يعني انت جاي مخصوص تشوفني؟ ايوه. ما تستغربيش، انا عندي في القصه اللي بألفها دي شخصيه زي تمام. واحد شاف واحده ومن اول مره شافها بقى عاوز يشوفها كل يوم. مؤلف قصص ميرفت هانم ممدوح بيه. تشرفنا. تسمحوا لي؟ خليك اتفضل. متشكر. حضرتك بتكتب قصص فكاهيه؟ لا، اجتماعيه انسانيه. ده بيكتب قصه جديده انما حلوه قوي. حكاها لك؟ لا. امال عرفت منين انها حلوه؟ لازم برضه حكى لها حاجه عنها. احنا كمان نحب نسمعها. دلوقتي؟ عندك حق. بكرة نتعشى كلنا سوا وتسمع حلم، إيه رأيك؟ أنا تحت أمركم. هقوم ألبس أحسن برت. هي قامت كده ليه بسرعة؟ أصلها خافت. من إيه؟ خافت لتبرد. صباح الخير. صباح. صافي. اختك فين امال؟ بقالها مده ما جاتش. كانت عيانه. لا سلامتها، هي الايام دي مش واخده بالها من شغلها. فهميها ان ما كانتش هترجع الشغل بكره انا هضطر اني افصلها. حاضر يا فندم، هقول لها. عن اذنكم بشوف ميرفت هانم، تكون عايزه حاجه. اهلا وسهلا. تشرفنا. متشكر قوي. لازم تيجي بكره تتعشى معانا. ان شاء الله. نفسي اعرف القرود دول بيقولوا علينا ايه. ليه بس؟ يمكن لو عرفت تندم. على رايك، احنا بنضحك عليهم وتلاقيهم هم مستعبطيننا. احنا بنتفرج عليهم بفلوس وهم بيتفرجوا علينا ببلاش. يلا بينا، احنا متهيألي انط واقعد معاهم. ليه؟ الدم يحن. تعرفي ان القرود بيحبوا بعض ويغيروا على بعض زي البني ادمين، وان الزوج فيهم لما مراته تعمل حاجه ما تعجبوش يفضل يضربها لما يقطع قلبها. يضربها قطع ايده. وفيها ايه؟ ما دام تستاهل. القرده اللي تخلي قردها يضربها يبقى ما عندهاش كرامه. واذا كانت بتحبه؟ إذا كانت بتحبه مش هتعمل حاجة تزعل. يبقى عمره ما هيضربها. رجلي وجعتني من المشي. أمال أنا أعمل إيه؟ ده أنا عندي كلو في رجلي مجنني. كلو؟ وما قلتليش ليه وأنا أشيلهولك. تعرفي؟ إيه اللي أعرف؟ دي شغلتي. شغلتك؟ قصدي أعرف كده يعني. تعالى اقلع الجزمة.
ابوك السقا مات. انت مش جوعتي؟ ميتة من الجوع. اوضب لك السفرة. هشيل لك الكل عقبال ما تحضر الاكل. يا ما نفسي نعمل زي القرود. ازاي؟ نحب بعض ونغير على بعض. وتضربنا زن؟ ما دام مش هتعملي حاجه تزعلني يبقى مش هيحصل. حزبي ما تخافش. انت موافقه؟ موافقه على ايه؟ نتجوز بعض. افكر. خلاص بكره نتعشى سوا ونفكر سوا. عزبي ايه؟ بتعملي ايه؟ شلت لك الكلو. شلتيه منين؟ ده الكلو في رجلي الثانيه. 412 من فضلك. حاضر. في واحد منتظر سيادتك في الهول. طب متشكر. اتفضل يا فندم. ايه دول؟ الحساب كام؟ 240 جنيه. هاتهالي فوق. حاضر. انا بقالي دلوقتي ساعتين منتظر سيادتك. اتفضل اتفضل. عاوزنا زعق. ادفع الفلوس اللي عليك. انا فهمتك اني معذور اليومين دول. لما انت طلبت مني الفلوس ما قلتلكش اني معذور. انا بقالي 6 أشهر على الحال ده. بكره بعده بكره بعده. انا مش هقدر استنى بعد كده. اسبوع واحد بس. النهارده بالليل انا هفوت عليك والفلوس لازم تكون جاهزه. كل اللي فاضل 1200 جنيه. خلصني مش هعاملك تاني. واحب افكرك انك مديني الشيكات من غير رصيد. بعد هنا بالليل. عن اذنك. حبك نار مش عايزه اطفيها ولا خليها دقيقه تفوتني ما احسش بيها. ترارارارارا نار يا حبيبي نار. اجيب لك شويه ميه عشان تطفيها. يظهر خلى رجليكي من المشي. على قلبي زي العسل. وداكي فين والنبي؟ جننت الحيوانات. وطلب انه يتجوزني. طب بس قفلي السيره دي. حسن ده ايه؟ ماله حسن؟ تعرفي حسن بيكسب كام في الشهر؟ قد ما هيتنا احنا الثلاثه. بكره هتتجوزوا على حسي جوازات تشرفكم. امتى الكلام ده؟ لما ممدوح يتجوزني. لما؟ بيقابليني. جرسون في اليد يا بنتي. طب ايه رايك في عاصف؟ شاب لطيف لكن مش من مقامي. من الحق هلبس ايه لولادي لما اقابله؟ البسي الفستان اللي اشتريتيه ب 100 جنيه. لا يا شيخ، واحده زي نازله في القفده زي دي ما يبقاش عندها الا فستان واحد كوكتيل. انتوا عارفين صارفين كام لحد دلوقتي؟ كام؟ 195 جنيه بالورقه والقلم و50 جنيه اشترينا بيهم حاجات قبل ما نيجي هنا. قصدكوا ايه يعني؟ انا ما قابلوش بنفس الفستان. ما بلاش، يعني بتهددينا؟ اسمعي، احنا هنشتري لك فستان النهارده، لكن فساتين بعد كده مفيش. بكره هيبقى عندي بدل الفستان 100، وبدل العربيه 10، وبدل السكرتيره 2، وبدل الكاميريرا 5. 240 جنيه مش كده؟ تمام يا فندم، اتفضل. شكرا يا فندم. كوباية بيرة مش هتعمل حاجة. عمري ما شربتها، ما اقدرش. امال تشربي ايه؟ ويسكي.
لا انا بضحك. طب شرب. مفيش حته سكر؟ خدي دي. اصلها مر قوي. تعرف انت هتبقي زوجه مثاليه. امتى؟ لما تتجوزي. طب ما انا فاهمه، بس امتى؟ لما توافقي وتقولي اه. مالك؟ اصل ظهري بيوجعني من العوم. شرب. اديني 1200. نعم. بقول لك اديني 1200. ايه ده يا فندم؟ ده ويسكي جديد، ما جبتوش منه؟ لا والله يا فندم. ازاي ده؟ ده انا جاي النهارده مخصوص عشان ال 1200. ده انا ما خدتش ال 1200 الليله مش عارف هيحصل ايه. على كل حال اديني اي ويسكي لغايه ما نشوف. تحب نتنقل في حته تانيه؟ احسن. ابعت لنا ده على الترابيزه. عبدو. مزعج بشكل. 1200 ايه؟ في ويسكي اسمه 1200؟ لازم فيه، باين عليه سكري. تلاقيه عمره ما دخل محلات زي دي. ايوه. مالك؟ لا ولا حاجه. لا انت متضايق. ابدا، اتفضلي. وصلنا ال 220 جنيه ولسه. احنا هنقعد نستناها ولا ايه؟ يلا ننام، نعمل القرعة بتاعت كل يوم. هاتي القلم. لا وحياة دقنك عليا، انا اللي هكتب. انا ما كنتش اعرف انك بتشرب كتير كده. مش دايما، لما تكون متضايق من حاجة، مش كده؟ ايه اللي مضايقك؟ الراجل ده. مين؟ لا مش ده، نظر الزراعة بتاعي بقاله جمعة كل يوم والتاني يقول جاي بكرة بعده، وهو عارف اني نازل في لوكاندا ومحتاج لمصاريف، ويراضي العزبة معاه وما بيجيش. وبعدين هتعمل ايه؟ هسافر له العزبة بكرة. شوف لي ال 1200 وخلصني، خليني امشي. أنا مش فاضي عشان أقعد أستنى. يا فندم قلت لسيادتك. مفيش، دي تبقى مصيبة. شوف لك حل واديني قاعد. الراجل ده باين عليه مجنون. بتقول إنك هتسافر بكرة العزبة؟ آه ضروري. يعني مش هنتقابل بكرة مع عاصم؟ ما أنا راجع آخر النهار. بس كنت عاوز أدفع قرشين هنا قبل ما أسافر. في حاجة بس مكسوف أقول لك عليها. أنا معايا فلوس فوق، لو حبيت أجيب لك اللي أنت عايزه. لا 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 لا، مش ممكن. عشان خاطري. أرجوكي. وحياتي عندك. أمرك. عاوز كام؟ 1200. ويسكي؟ لا جنيه. بس أنا ما عنديش غير 700 جنيه فك. زي بعضه، 700 جنيه. دقيقة واحدة وهرجع تاني. سيدنا العمايل دي، انت عايز تفضحني؟ انا متفق اني جاي بالليل، حضرت الفلوس؟ شش، حد هم لك حالا. اديني مستني، هات واحد ويسكي تاني. اسعد انسان يوم ما ادفع لك كل دينك. اذا اديتك تاني مليم سلف يبقى اعمل فيا اكتر من كده. اتفضل. انا مكسوف خالص من الحكايه دي. ارجوك تاخدهم بعدين هزعل. انا ما اقدرش على زعلك. عن اذنك دقيقه واحده. انا كمان هستأذن. عايز انام. ما بدري. كوبايه البيره يسهر نايمتني. Thank you.
ما تنسيش بكرة بالليل. تصبح على خير. وانت من أهل الخير. ناولني. اتفضل. كم دول؟ 500 جنيه. أنا عاوز 1200. دول كل اللي معايا دلوقتي. اللي شلتهم في جيبك التاني؟ دول عشان اللوكاندا. اديتهم شيك وما عنديش رصيد في البنك. زي عادتك، هاتهم. واللوكاندا؟ الشغل. اتفضل. جيبوا 700 جنيه من 1200 يتفضل 500. هفوت عليك بعد بكره الساعة 11 الصبح. ده مش معقول، هجيب لك منين؟ إذا ما لقيتش الفلوس جاهزة أو ما لقيتكش هبلغ النيابة على طول. برمن، خد الحساب من ممدوح بيه. كاس ويسكي من يا شيخة. الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 8. هو احنا في مدرسة؟ ولا يمكن بنبيع لبن؟ اصحوا امال بلاش كافي. قومي يا بنت لبسيني. الصبح وقولي يا صبح. ثلاثة فطار من فضلك، اتنين هنا وواحد في الصالون. للكماريرة؟ مظبوط للكماريرة. حاضر. البسه بقى. تعرفوا الحساب وصل لكام؟ كام؟ بقينا صارفين لغايه دلوقتي 220 جنيه. اظن زياده شويه. 220 بالمليم. و700. 700 ايه؟ 700 جنيه. بتوع ايه دول؟ انا خدتهم امبارح بالليل. وعملت بيهم ايه؟ اديتهم لممدوح. ازاي بس تعملي كده؟ ما كانش معاه فك، والبنوك كانت قافله بالليل. انت لازم تلطشتي في عقلك. هي دي فلوسك عشان تتصرفي فيها؟ وفيها ايه؟ النهارده هيسافر العزب ويرجعهم لي بالليل. على كل حال، والولاد عازمني على عشاء انا وفوقيه وعاصم. مفيش حد احسن من حد يا حبيبتي. ابو علي عازمني على العشاء انا كمان. صباح الخير. صباح الخير. الفطار الثالث في الصالون يا فندم. اتفضلي. اتفضلي. كل ده عشاني؟ انا لو اطول اجيب لك المطبخ بحاله كنت جبت. انا ليه بركه اللي انت. اوعى تنسي بالليل عازمك على العشاء. عايزه حاجه ثانيه؟ تحت امرك. عن إذنك. حد عاوز فاكهة؟ إيه ده كله؟ يا خبر، ده الظاهر وقع لششته. اتفضلوا. ألو؟ أيوة يا فندم. أنا السكرتيرة. يا صباح الخير يا حضرة السكرتيرة. يا صباح الهنا يا جناب السكرتيرة. أنا السواق بتاع الهانم يا فندم. الست عايزة العربية النهاردة؟ دقيقة واحدة. عم محجوب بيسأل عايزاه النهاردة؟ يجي الساعة 10 بالليل. عاوزينك الساعة 10 بالليل يا عم محجوب. من عينيا. قبل 10 هكون عندكم. بتكلم منين؟ من الفيلا. الفيلا بتاعت صاحب العربية. لا، هيسمعني من ايه؟ ده بيلبس. املى العربيه بنزين. حاضر.
الحساب تقول يا جناب السكرتيرة. حاضر، مع السلامة. البي نازل. صباح الخير يا عم محجوب. صباح الخير يا فندم. عايزين نغير العربية يا عم محمود. تفتكر نشتري ايه؟ العربية ماشية كويس يا فندم. أصلي نويت أتجوز خلاص، ولازم أشتري عربية جديدة. مبروك يا فندم، ربنا يتمم بخير. الله يبارك فيك. على فين يا فندم؟ فوق كوبري قصر النيل زي العادة. أظن أنت بتستغرب أنا بنزل هناك كل يوم ليه؟ والله يا فندم ما. بعدين هتعرف كل حاجة يا عم محمود. الفلوس اللي خدتهم أرجوك، أنا مش عايزاك تجيب سيرتهم تاني. إيه يعني 700 جنيه؟ أصل كان لازم أرجعهم لك. بقول لك أرجوك. أمرك يا ستي. فوقيها فين أمال؟ نازلة حالا. تصور عربيتي بقى لها جمعة بتتصلح. مش مهم، عربيتي موجودة، نروح بيها. عاصم متأخر ليه؟ هو قال هيسبق. تعالى يا أستا محجوب، في حاجة؟ أيوه، أنا مش هقدر أوديكم بالعربية علشان صاحبها بحوصله بيها مشوار. كده؟ يا خسارة. طب اتفضل انت. حصل ايه؟ انا كمان عربيتي وقفت منه. اذا نقوم ناخد تاكسي. اتفضل. اتفضلوا. سيادتك هتاخدي ايه؟ عندكم كباب وكفتة؟ لا يا هاني، انا هاخد زيك بالظبط. وفوقية؟ برضو زيكم. ثلاثة بولي جريي، شاتو بريان، سالاد سيزون. وادينا انا ويسكي بالصودا. حاضر. تاخدي بيرة؟ لا بلاش، اصل امبارح عملت لي مغص. وفوقية؟ لا يا اخويا ما احبهاش. الترابيزة هنا كويسة؟ أي حتة تكون فيها جنبي تبقى كويسة. بتعملي إيه يا فوية؟ أنت بتكتبي قصص زي عاصم؟ لا أبداً، دي نوتة. يعني عاصم متأخر. زمنه جاي. خد العربية وروح انت يا عم محجوب. حاضر يا فندم. ولا اقول لك استنى بس خليك في حتة من الدارية. حاضر.
ميرسي. عاصم اهو. مساء الخير. مساء الخير. متأسف اتأخرت عليكم شوية. احنا افتكرناك انك مش جاي. لا بس المواصلات. تاخد ايه يا عاصم؟ قهوة سكر شوية. مش تحب تعشى قبلك؟ أنا تعشيت، متشكر. هات قهوة. حاضر. سكر شوية. متشكر. تدوق؟ إيه ده؟ ده فراخ. شبعان. عشان خاطري. عشان خاطرك. ولا الموز والله دي حاجه توكل ابدا دي حاجه تزلط والزلط اشهى انواع توزيع الاكل للمعده لانها بتستلمه بخير وتمزمز فيه على كيفها الفته كمان مدهشه وطعمه ولا مدهشه الا انت ولا طعم الا انت تاخد حته لسان كفايه عليا لسانك الحلو انت لساني وجبهتي وجوهرتي وفي الشتي جرسون عن اذنك جرسون زوران كمان معي زوران متشكر تؤمر بخدمة تانية؟ ايه اللي عملته ده؟ معلش الصنعة تحكم تحبوا ترقصوا؟ ها؟ لا احنا هنتكلم شوية ترقصي عملت ايه في القصة اللي بتكتبها؟ فاضل فيها حاجة بسيطة عاوز اعمل لها نهاية سعيدة ازاي يعني؟ يعني البطل والبطلة لازم يتجوزوا الأصول انهم يتجوزوا ما دام بيحبوا بعض لازم يتجوزوا مش كده؟ طبعا ها؟ بتقولي ايه؟ بقول طبعا طبعا المزيكا هنا عاملة دوشة تحب نخرج برا؟ على كيفك اتفضلي الفستان عاوز تقول حاجة ومكسوف؟ ايوه ايه؟ عاوز اسألك سؤال هو ممدوح هيتجوز ميرفت؟ اظن كده هي ميرفت هانم كويسة بس يا خسارة خسارة ايه؟ ما بتلبسش نظارة طب وده معناه ايه؟ أنا بصراحة دايماً أثق في الناس اللي بيلبسوا نظارات ليه؟
اللي بيلبس نظارة معناه ان نظره ضعيف، واللي نظره ضعيف معناه انه بيقرا كتير، واللي قرا كتير يبقى انسان مثقف، والثقافة عادة بتهذب الاخلاق. معقول برضه؟ وده السبب اللي خلاني اعجب بيكي فوقية. انا خلتني احس اني مش ممكن اقدر ابعد عنك، عشان كده قررت اني افتحك الليله دي في حكايه جوازنا. ايه مش موافقه؟ انا مش عايز رايك النهائي دلوقتي، حديكي مهله تفكري وتقولي لي. انا مش ممكن هلاقي واحد احسن منك يا ممدوح. نبقى اتفقنا. ايوه لكن مالك يا ميرفت؟ مخبية عليا؟ لا ابدا. اذا مفيش اي حاجة تانية تمنعنا من الجواز. انا بحبك، بحبك يا ميرفت. اقدر اشوفك بكرة شوية؟ خير؟ في موضوع شاغلني عاوز اكلمك فيه. فوت عليا الصبح في الاوتيل. متشكر. العفو. انت جيت يا استاذ محجوب؟ اتفضلوا. اتفضل. لا مش ممكن، اتفضل انت. ميرفت هانم تعرفك منين يا عم محجوب؟ اصلي قبل ما اشتغل عند سيادتك كنت بشتغل عند واحد جارهم في الزمالك. باين عليها غنية ومبسوطة. ابوها الله يرحمه كان راجل غني قوي. طيب وفوقية؟ دي السكرتيرة بتاعتها. هم مش قالوا لك كده ولا ايه؟ ايوه السكرتيرة. ابوها راجل طيب وامير. وابوها عايش؟ والله ما اقدرش اقول لك عايش ولا ميت. ليه؟ هم قالوا لك ايه؟ اظن متوفى. خلاص يبقى مظبوط متوفي. تسمع؟ اتفضل. الو شبت، اديني من فضلك 212. الو مين اللي بيتكلم؟ اهلا عم محجوب، انا السكرتيره. سكرتيره ايه وبلاوي ايه؟ كنت هتودوني في داهيه الليله دي ليه؟ يعني كان لازم الست ميرفت تندهلي باسمي قدام سي عاصم؟ يهمني ايه؟ ما هو سي عاصم ده صاحب العربيه اللي بيشغلني. يا خبر اسود، هو عاصم يبقى الراجل الغني اللي بتشتغل عنده؟ وعملت ايه؟ خلصت ازاي من الورطه دي؟ طب هو صدقك؟ طبعا صدقني، انا عمري ما كذبت عليها ابدا. انا في عرضك تبعدوا عني اليومين دول لحسن الراجل اللي يشتبه في حاجه. تصبحوا على خير. وانت من اهله بقى الجدع الغلبان السهتان ده غني بالشكل ده؟ فوقيه بتعيطي ليه؟ الكذاب الغشاش عامل نفسه فقير وهو غني بالشكل. انت زعلانه عشان طلع غني؟ امال لو كان فقير وقال لك انه غني كنت عملتي ايه؟ لو كان بيحبني صحيح ما كانش خب علي حاجه. المهم انه طلع غني، مش ده اللي كنا عايزينه؟ عمري ما هكلمه ولا اعرفه بعد كده. انا هطق خلاص، انا داخله اتخمت. مش استني ما نعمل القرعه؟ خش انت نام جوه انا هنام. يلا يا مر خليها تنام على الكنبه ما دام غاويه فقر.
الو. اهلا عاصم، صباح الخير. صباح النور. ممكن اشوف سيادتك دقيقه واحده؟ اتفضل عندي هنا، انا هدخل الحمام وحاسب لك باب الصالون مفتوح. انا طالع على طول، مع السلامه. شوف مين يا عاصم. الو. ما تحاولش انك تغير صوتك، انا اتفقت معاك اخر مره اني هاخد فلوسي كلها الجمعه دي، والا هبلغ النيابه. ايه؟ استنى شويه اما اخلص كلامي. انا فلوسي مش ممكن تضيع زي الناس اللي كلت عليهم فلوسهم. الحكايه مش مساله مظاهر وعنطزه وخلاص. انا هفوت عليك بعد ساعتين في اللوكاندا وتكون الفلوس جاهزه. اهلا عاصم. صباح الخير. تاخرت عليك؟ لا ابدا. ده واحد ما فهمتش منه ولا كلمه. يظهر كان غلطان في الاوضه. قول لي بقى يا سيدي، ايه اللي مضايقك وشاغل بالك؟ في الحقيقه انا بعد ما عرفت سيادتك حبيتك. مش غريبه؟ وده اللي خلاني اتجرأ واجي علشان اكلمك. خير؟ أنا مش عارف أبتدي الحكاية منين. اسمع يا عاصم، كل واحد فينا بيمر أحيانا بظروف سيئة. اتكلم بصراحة، ما تتكسفش. عايز فلوس؟ لا أبدا. قلت لك ما تتكسفش. إذا كنت في ورطة ولا محتاج لأي حاجة مستعد أديك، الفلوس موجودة. صريحنا، أنا زي أخوك. الحكاية مش حكاية فلوس. الموضوع خاص بفوقية. مالها فوقية؟ أنا معجب بيها جدا. بصراحة بحبها خالص. وهي كمان بتحبني. انا اتاكدت من الحكايه دي امبارح بالليل. واتاكدت ازاي؟ احنا الاثنين قلعنا النظارات امبارح. مش فاهم. قول لي ما تخبيش علي. يعني مستهل؟ لا، هي اللي لبستني. برافو برافو. وده معناه انها بتحبك؟ طبعا. البنت مش ممكن تبوس واحد تكون بتكرهه. اسمع يا عاصم، انت عارف طبعا اني عاوز اتجوز ميرفت. ما هو ده اللي شجعني اني اكلم سيادتك علشان تكلم ميرفت هانم في الموضوع ده. وانت ما تكلمش فوقي على طول ليه؟ مكسوف منها. انا جسيت النبض امبارح لقيتها ما عندهاش مانع. اصل الموضوع ده صعب قوي الواحد يتكلم فيه. عندك حق، عندك حق. تعرف انا ما كلمتش ميرفت في موضوع جوازنا بصراحه الا امبارح بالليل. مع انكم بتحبوا بعض قوي. مش عارفك، باين عليكم انتوا الاثنين. انا بحبها جدا يا عاصم، ما اخبيش عليك. أنا شفت في حياتي ستات كتير، لكن عمري ما حبيت بالشكل ده. وإذا كان عليا أنا عاوز أتجوزها النهارده قبل بكرة. وإيه المانع؟ شوية ظروف معاك ثاني. الظروف تتصلح ما دام بتحبها بإخلاص زي ما أنا شايف. المهم طمني، هتتكلم في حكايتي؟ على طول دلوقتي. أنا هشوف ميرفت في الفرندا، وأنت تجيلي هناك بعد ساعة. وهو كذلك. متشكر. متشكر جدا. الجدع الغلبان ده يطلع عنده الفلوس دي كلها. هو طلع غني بحق؟ مش باين عليه ابدا. ده انا كان ساعات بيبقى متهيألي اديله ريال يركب بيه تاكسي. اما لو كنت عملتها. لكن فوقيه زعلانه ليه؟ بتقول انه غشها وخدعها. ليه ما قالهاش على حد بصراحه؟ يمكن معذور. عنده ظروف. مين عارف ايه اللي خلاه ما يكونش صريح معاه. لكن أنا متأكد إنه بيحبها، وده المهم. أنا معاك، الإنسان ساعات بيقع في ظروف تضطر يكون مش صريح مع الناس، وخصوصا اللي بيحبه. أنا عايز أقول لك. تليفوني يا ممدوح بيه. عن إذنك. ألو؟ مين يا فندم؟ صباح الخير. في واحد اسمه الاستاذ صفوت منتظر سيادتك في الهول بقاله ساعتين.
بيقول ان في ميعاد مهم مع سيادتك الساعه 11. حاضر يا فندم. وفي كمان مساله صغيره يا فندم. الشيك اللي خدناه من سيادتك رجع تاني من البنك. الظاهر البنك غلطان في حاجه. مؤكد غلطان. انا جاي حالا. دي واحده كن عندك. موقفك كويس وهفهم فوقيه على كل حاجه. انا لو ما كنتش بحبها ما كنتش خبيت عليها ان انا غني. انا خفت انها لو عرفت حالتي. بيت ابوك اوعى تعمل حاجه زي دي. يعني اعتمد عليك؟ طبعا. يا ممدوح اتاخر قوي، كلنا في التليفون. اوعى تكون نسيت السكر اللي حوشناه من اللوكال. يا ماما ما تزهقيش بالشكل ده. صباح النور. اسكتي، مش عرفت لك مربت هانم دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ اصلها خياطه يا شيخه. والله العظيم خياطه، وانا وديتها بنفسي عند خديجه هانم. لو الهانم سمعت كلام زي ده مش هيحصل. طيب يعني مش مصدقاني؟ طبعا لا، يخلق من الشباغ بعين. ال 40 ولا 20 دي هي بعينها. من فضلك انا ما احبش اسمع كلام زي ده عن الهانم بتاعتي. على كيفك. ضربت الجرس؟ لا. 623 مش موجود في اي حته في اللوكال ده. غريبه. والعمل نودي الشيك للمدير وهو يتصرف. عندك حق. انا قلت لكم من اول يوم بلاش نقعد في اللوكال ده، دي ما سمحتوش كلام. دلوقتي احنا في كل اللوكال ده وقالين ما بلغت الجرايد. احنا لازم نزوغ من هنا. زوغوا انتوا. وانتي؟ انا اتفقت مع ابو علي خلاص هنتجوز ونسافر نقضي شهر العسل. خلاص خليك انت، يلا احنا فوقيه. استني بس على مهلك، هندفع فلوس اللوكال ده منين؟ مفيش فلوس اللوكال ده. والله كملت 50 جنيه صرفنهم قبل ما نيجي هنا، 240 مصاريف وهدوم الهان، 700 جنيه لطشهم المليونير بتاعها. ايه دول ضاعوا خلاص؟ انتوا هتخرفوا بقى، ايه اللي هيضيعهم؟ يعني ما جاب لكش الفلوس دي ابدا؟ طبعا جاب، لكن كل ما كان يكلمني عن الفلوس اقول له اوعى تجيب سيرتهم. عشان اما اقول لك يا ام طويله ما تبقيش تزعلي مني. مش عاوزه اجيب سيرتهم ليه؟ فقر وعنطظه. بس حصل حاجه دلوقتي ام ابوشادي، سابني قاعده لوحدي ومشي من غير ما يستاذن. يمكن راح يجيب الفلوس. شفتي وشه تاني بقى قابليني. الو؟ هو هو. ايوه يا ممدوح، انت فين؟ في قصد خير؟ عاوزني دلوقتي؟ بس انا تعبان مش حاضر. طيب حاضر، جايه لك حالا. مع السلامه. شفتوا؟ ما يقدرش يستغنى عني، انا رايحه له. فوقية عاصم مستنيكي في الفراندا. ما يستنى، وانا ماني ومالك. لازم تروحي له، خليها تروح له يا كمال. تقدري تقولي لي بتتعززي على ايه؟ يلا روحي له بلاش عنطزه وخلصينا. شغلتني عليك، سبتني ومشيت من غير ما تقول. جاني تليفون مهم جدا، خلاني انزل من غير ما اقول لك. ميرفت، أنا كلمتك في التليفون عشان أعرف منك هشوفك إزاي بعد كده. ليه؟ أنت مسافر؟ هسيب الأوتيل. اتضايقت، عايز أغير الجو اللي أنا فيه. وفي نفس الوقت عايزين نحكي اتجوزنا بأسرع ما يمكن. أنا كمان هسيب اللوكال ده. مش هقدر أستنى أكتر من كده. هسافر. فين؟ يمكن أروح اسكندرية. إذا نسافر سوا. بس يا خسارة العربية بتاعتي لسه بتصلح. نسافر في عربيتي أنا. إذا اتفقنا. طب انا عايزه اقوم بقى عشان احاسب اللوكان ده. اتفضلي. بقول تسمح لي بقى عشان اجهز الشنط واحاسب اللوكان ده. طبعا طبعا. لو ما عندكش مانع اروح اللوكان ده اقول لفوقيه وكاميليا اني مسافره واحاسب اللوكان ده. مفيش مانع. هقوم بقى. مع السلامه. بقول هقوم اهو. اتفضلي. هو نازل العزبه بتاعك ما جاش؟ لسه، لكن مؤكد هيجي قبل ما نسافر. وعلى فكره ال 700 جنيه اللي هتدفعهم منك ارجوك، تعرف لو جبت سيرتهم تاني هزعل منك. بس عايز اقول اني هدفعهم لك قبل ما نسافر. على مهلك. هنتقابل في لوكاندا عشان نسافر سوا. لا لا لا، انا هستناكي هنا تفوتي عليا ونسافر على طول. مش هغيب عليك. وانا هستناكي. Thank you.
اني ما كنتش فقير واتظاهرت قدامك ان انا غني، وحتى لو كنت عملت كده وانت متاكده ان انا بحبك كان لازم تسامحيني. سامحتك خلاص. يبقى لازم نسافر اسكندريه النهارده علشان نقابل ماما واعرفك بيها. طيب مش لازم اخد اذن من ميرفت هاني؟ مفيش مانع، انا فكري كمان تقدمي لها استقالتك النهارده. ممكن اقوم اقول لها؟ طيب وانا هستناك على باب الاوتيل في العربيه. أوكي. يلا. فين شنطتي؟ اداكي الفلوس؟ لا. امال عاوز الشنطه ليه؟ هسافر معاه. هتنزلي بالشنطه ازاي واحنا ما دفعناش الحساب؟ هسافر معاه. هسافر معاه هاتني دلوقتي حال. على فين؟ على اسكندريه. انا وممدوح هنيجي معاه. وانت كملي. انا هسافر مع ابو علي وبعدين نبقى نقابلكم في اسكندريه. زي بعض. طب وهنعمل ايه في الشنط؟ اسمعوا عندي فكره، نقفل الشنط ونسيبها هنا، ولما نتجوز ناخد الفلوس من ممدوح ونيجي ندفع لوكاندا وناخد الشنط. فكره كويسه. طب يلا نوضب الشنط احسن عاصم مستني تحت في العربيه. يلا. اتفضل. مظبوط؟ تمام يا فندم. مالكش حاجه تانية عند ممدوح؟ لا. تسمح الشيكات بقى؟ عن إذنك. حصل إيه في العربية؟ يظهر البنزين مسدود. الحمد لله إن إحنا مزودين بس. لا مش ضروري، ده حاجة بسيطة. تحبي نتمشى شوية قبل ما نصلح العربية؟ زي ما يعجبك. فوية، أنا عاوز أقول لك حاجة مهمة أوي. إيه؟ ميرفت. ممدوح. أيوه. كنت هتقول إيه؟ لا قولي أنت. أنا مش هقدر أقول، لأن اللي هقوله حاجة مخجلة ما كانش يصح أخبيها عليك. تأكد إني مستعد أسمع منك أي حاجة حتى ولو كان فيها عذابي. ممدوح، أنا مش غنية زي ما أنت بتصور. إزاي؟ أنا بنت مسكينة على قد حالها، بتشتغل وتاكل لقمتها بعرق جبنها كده. كفك. إيه؟ بصرة. مش فاهمة. أنا كمان مش غني زي ما أنت فاهمة. كل دي مظاهر كدابة كنت عايش فيها، واللي خلاني اتخلى عنها واكرهها حبي ليكي. يعني انت فقير زيي؟ يمكن مش زيك قوي، لكن مستور شويه. انا استريحت اللي اعترفت لك بالحقيقه، وانت حر اذا كنت تسحب اي وعد اديتهولي. انا حبيتك انت، ما حبيتش فلوسك، ولو اني لسه مديون لك بال 700 جنيه. وانا هفضل طول العمر مديونه لك بحياتي. قومي بينا نقول الكلام ده للجدع الغني اللي هناك. فوقية، احنا جايين نعترف لكم اعتراف خطير. انا وممدوح مش اغنية زي ما انت عارف. عارف. عرفت منين؟ عم محجوب حكالي شوية، واختك فوقية حكتلي على الباقي. يلا بينا بقى، مش عايزين نضيع ولا دقيقة واحدة من شهر العسل. اتفضلوا اركبوا. بس شنطنا اللي في لوكاندا. دفعت الحساب وجبتهم معايا في العربية. وشنطي. وشنطك. وادي الشيكات بتاعت الاستاذ صفو كمان. انا متشكر قوي. يلا بقى ما تضيعوش الوقت. الله. يلا. يلا.